الأخوة القائمين الدكتور السعيدي على تنظيم لهذا الملتقى وهذا المؤتمر العام، ونشكر أيضا الإخوان في المملكة المغربية حقيقة استضافته في هذا المؤتمر، وأيضا حضور معالي الوزير جزاه الله خير مشكورا وكل الإخوان الحاضرين. الحقيقة لدي سؤال فيما يتعلق أنا قاعد بغيت أقول إنه نتمنى الحقيقة يعني من البرلمانيين في الدول العربية أو كنا نتمنى منهم إنه يكون دور فاعل خاصة في الوضع الحالي اللي قاعد يصاب الدول العربية. كان ينبغي للبرلمانيين من خلال لقاءاتهم من خلال مؤتمراتهم أن يكون لهم دور لحل هذه القضايا، يعني أدوار البرلمان مثل ما ذكر أخي الدكتور خالد السعيد عن موضوع الدبلوماسية البرلمانية في الدول العربية، أتمنى تكون هذه الدبلوماسية فاعلة. يعني أنا أعتقد لو كان البرلمانيين فعلا نزلوا ثقلهم في هذه الدول العربية اللي فيها الآن للأسف الشديد هذه المشاكل إنه ربما يجدوا حلول، لكن للأسف يعني أدوار البرلمان العربي لا تزال خجولة و